فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا نورت دنيانا وحييت القديم. لا تبخلي.
يتكرم على بدر. أنا ما بغيناش بدر يمشي لأن في 2010 نادي روتاري ديالنا عطاه واحد الميدالية وراه مازال محتفظ بها في واحد الحفل نادي ديال الميدالية ديال بدر. واليوم كان نادي رئيس سي تازين، واحد دقيقة من فضلك، والأعضاء اللي ساهموا في الإنجاز ديال هذا النادي الله يخليك، على الأقل عند خوا مومبغ سيفو بليك. يلا مولاي أحمد، أعضاء الجمعية ارتأوا باش سي بدر يكون عضو شرفي لنادي روتاري كازا إرميتاج. سي رئيس، هي شرف باش ندير الكنال البنس، لكن نفضل مع السي بن جلون حاجة عبد العزيز لأنه صديق ديالك من الأقدم وأقام على هذا الإنجاز ديال هذه الليلة وفني معنا في تفضل تعال. عضو شرفي في جمعيتنا. مرحبا. Gracias.